مشاهدينا بدي احييكم دائما عبر الحلقة عنا ام دي في. امبارح احتفلنا بعيد الجيش الاول من اب، وكل طرقاتنا وشوارعنا وبلداتنا وقرانا بعد مزينه بالاعلام اللبنانيه واعلام الجيش، اضافه الى اليافطات اللي بدنا اياه وبدنا نذكر فيه دائما انه كلنا لهالوطن وكلنا بدنا نضحي لهالوطن، والجيش هو ضامن الوطن. يعني شكرا لكل يلي ساهم، يا كل يلي احتفل امبارح، لكل يلي فكر بأولاد شهداء الجيش اللبناني، وكل يلي قرر انه يكون الى جانب الجيش اللبناني، لانه معه بنكون اكيد عم نحمي وطننا وعندنا ثقة كثير كبيرة فيه. معلومتنا لليوم، أول معلومة هي أنه إدارة السير، هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، أعلنت على المباشرة باستيفاء رسوم السير مع غرامات مخفضة بنسبة 85% لغاية 31/12/2019 بناء لأحكام المادة 34 من القانون رقم 144 موازنة عام 2019. أما المعلومة الثانية فهي زيادة الرسوم الخروج من مطار رفيق الحريري الدولي بحسب ما أصدرت المديرية العامة للطيران المدني بتعميم رقم 2/25 لجميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي. بدأت من امبارح شركات الطيران العاملة أخذ العلم بالتعديل لأقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019، القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، حيث بات يفرض على المسافر بطريق الجو على الرحلات اللي تتعدى مسافتها 900 كيلومتر كوجهة نهائية بدل 1250 كيلومتر بالقانون السابق لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره 50,000 ليرة لبنانية لكل مسافر على الدرجة السياحية، 110,000 ليرة لبنانية على كل مسافر من درجة رجال الأعمال، 150,000 ليرة لبنانية لمسافري الدرجة الأولى، و 300,000 ليرة لبنانية لكل مسافر على متن طائرة خاصة. وأهم المطارات يلي تقع ضمن شعاع 900 كيلومتر على سبيل المثال للحصر هي مطارات سوريا، الأردن، تركيا باستثناء مطار اسطنبول، مطارات بغداد، النجف، أربيل بالعراق، مطارات القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية في مصر. أما الرسوم على الرحلات اللي بتتعدى 900 كيلومتر كوجهة نهائية هي 50,000 ليرة لكل مسافر على الدرجة السياحية، 75,000 ليرة لدرجة رجال الأعمال، 100,000 ليرة للدرجة الأولى، و 150,000 ليرة على متن طائرات خاصة. طبعا هذا القرار بدأ العمل فيه بدءا من أمس، أي من الأول من أب. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. وبالبداية بدي أقول شكرا لبلدية الحزمية اللي أنذرت مسيو حموي، يلي اتصل فينا أحد الأشخاص وقال ما عم يقتنع لا ليل ولا نهار، كل ما بده يطلع بسيارته بده يقلق راحة كل الحي بأصوات الإشابمون وأصوات السيارة. فبلدية الحزمية أنذرت مسيو حموي، وطبعا تحت طائلة توقيفه، تحت طائلة غرامة، ولكن معه إنذار صار بعدم إقلاق راحة الناس. ألو؟ ألو، بونجور. بونجور. بدي احكي مع مدام ربكة. تفضلي. بس بدي احكي بخصوص عنا مي ببلدية دكواني مروكوز، يعني صارنا جمعتين ما بتجي المي ابدا. بالدكواني مروكوز؟ دكواني مروكوز طلعت المدافن، يعني كلها منطقة مروكوز تحت صوب الساحة وهيك عم تجي. بالروضة بتجي. هون منجرب نتصل بالمسؤول اللي بيدرنا المي ما عم بيرد علينا، اذا ممكن فيك تساعدينا. هي ما يعني عم تجي ولا نقطه يعني؟ ما عم تجي يعني هديك من يومين ثلاثه جابوها، اجى ربع ساعه وصلت، ما وصلتش على المجلى. ما وصلت، ما بعرف شو عم بتصير. قبل بجمعتين ثلاثه جابوا لنا اياها طوفان، قلنا الهيئه بدهم حتى نبلش ندفع للمي، يعني ما شو بعرفني، ما بعرف شو عم بيصير. خلينا نشوف شو قضية الدكوينة مروكوس، رح نسأل. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو، بونجور. بونجور.
كيفك مدام ريبيكا؟ ايه اهلا اهلا عبدو، شو كيف صرت يا عبدو؟ كيف صرتك؟ انا منيحة. شو بدي خبرك؟ المكنة منزوعة خبرتك، وهلا قصت الادوية بالوزارة ومطلوب لي ندور عم بختنق. انا بس بناشد حدا اللي بيقدر يساعدني مشان هالمكنة. الله يوفقك يا مدام ريبيكا. هي حتى نقول هي مكنة اكسجين مش هيك؟ ايه تصليحها ورقمي 76 799 187. انا بطلب بشد عيدك تنجدي لي دايوبيد حدا يساعدني. ان شاء الله ان شاء الله عبدو. نحن ارجع فوت رقمي مره ثانيه. يلا ارجع قوله 76 799 187. اهلا فيك عبدو، على سلامه ان شاء الله. يعني دائما بالقضايا الانسانيه بضل في كثير ناس، خصوصا بهالظروف هيدي الصعبه حاليا، انها كمان بدها بحاجه الى مساعده. للاسف البعض صار بحاجه للاكل، وهيدا شيء كثير صعب انه عائله تكون بحاجه لاكل حتى تقدر تمرق نهاراتها واشهرها، لانه ما عندها ابدا انها تشتري اكل، ولا عندها تدفع ايجار، ولا عندها انها تدفع الكهرباء والمي، ودائما عم تتهدد. وإذا بس بدنا نقول كلفة الكهرباء 1.5 مليون ليرة، هيدا ما حكينا لا مي ولا حكينا الأكل ولا حكينا الأدوية. في بعض الأشخاص عم بتأمن لهالعيلة أدوية، في بعض الأشخاص ما عم تقدر تأمن لشي. يعني اليوم هني بحاجة لأكل، بحاجة لحدا يدفع لهم الكهرباء، وإلا بنحط إشارة على البنا تبعهم، وإذا حدا بهمه أنه يساعد يتصل فينا. لاتصالاتكم على 04-444-444. كمان فينا نتواصل معكم على فيسبوك الحل عنا. في كتير من الأمور يلي نحن منتظرين هلأ أجوبة عليها، خصوصا بما يتعلق بالمسالخ، بما يتعلق ب المزارع، إن كانت مزارع الدواجن، إن كانت مزارع خنازير. عندنا كثير من الاتصالات عم نمرقها تباعا نحن. وحتى بدي أذكر أنه برشية هناك شكوى كثير كبيرة على مزارع الدواجن. يعني المشكلة أنه يتخذ قرار من بعد الكشف بالإقفال أو بينعطى مهل حتى يتزبط الوضع. بتقطع المهلة، بعلمي كانوا توقفوا بالشمع الأحمر بليلة ما فيها ضوء عربي، ينفك الشمع الأحمر وكأنه شيئا لم يكن. وسكان المباني المجاورة اللي بيكونوا سهرانين بيكون عندهم ثقة بالدولة أنه رح على القليلة تعطيهم إنذارات أو شروط، بتلاقي أنه وكأن شيئا لم يكن. ما بنقدر نبني هيك دورة، ولا بنقدر نقول للناس كمان تعيش بأجواء دايما تلوث وروائح بقرى وبلدات كتير حلوة. هلأ في مطارح موجودة للمصانع للمزارع، ولكن ما بقى فينا نسمح فيهم بين البيوت وعلى قرب كنسفات كتير قريبة. اللي عرفته أنه بجبل لبنان صار في جولات مع وزارة الصناعة، صار في جولات مع وزارة الطاقة والبيئة، مع قائم مقامين على بعض المناطق. في مسالخ توقفت، في مناطق انعطاها مهل، ولكن شو النفع إذا عطينا مهلة وبعد كم يوم رجعوا فتحوا كأنه ما عملنا شيء ولا وعدنا الناس. باخد اتصال. ألو ألو أهلا. ألو أهلا. مرحبا. مرحبا أهلا. جاي على طريق بيروت النهار الأربعاء بالليل، يعني وجه الضوء الخميس. نعم. في عطلتين. نعم. أربع كمينات كبيرة جايين على طريق المريجات عم يتابعوا مع بعضهم، وواحد منهم حاطط شخص بالصندوق قاعد بيعبي بكرتين وبيكب على طرف الطريق على اليمين هو ونادي. على عينك يا تاجة، عينين كل الناس. أخذنا رقم السيارة لنبعث لك هو على الهواء. نعم. أخذته؟ 312-513. على ايه رقم السياره؟ ام يعني 513 516 هيدي السياره اللي كانت عم تنقل الزباله، عم يكبوا الزباله على طرف الطريق على مجلس اليمين، بيعبوا كرتين وبيزتوها على الطريق. اوكي وثلاث كاميونات نازلين صوب البقاع، ما بنعرفش وين رايحين، جايين من بيروت. اهلا وسهلا فيك. لما المواطن بيكون خفير وبساعد الدوله ممكن نساهم كلنا اكيد لنظافه بلدنا، وكلنا نكون تحت القانون. شكرا لك. عندنا فاصل ومن
متابع الحلقة شوفناه سريعة وبدها كمان تساعد الدولة. أنا دغري ما لحقنا طلعنا بالبريك حتى أجينا تليفون قالوا لنا لمين هيدا الرقم 312-516 على ميم. هيدي سيارة شحن خصوصي تابعة لمؤسسة شمعون، هن يلي عم يرموا هالنفايات على الطريق العام بالمريجة. أنا قلت الاسم وحبيت أن أشكر كمان الناس اللي تواصلت معنا، وعلى طبعا المعنيين أنهم ياخذوا الإجراءات اللازمة حتى تكون عبرة لمن اعتبر. باخد اتصال تاني. أستاذ إلي بونجور. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. بونجورين، أهلا فيك، كنت على الخط ونحن قدمنا البريك، نطرناك. أهلا وسهلا فيك. بدي حيي الام تي في وحيي برنامجك اللي عم توصلوا صوت الذين لا صوت لهم. أهلا وسهلا. وبدي أطلب منك، ما بعرف إذا فينا نوصلها للعماد قائد الجيش جوزيف عون، الله يطولنا بعمره ويقوينا جيشنا وينعاد على جيشنا يا رب مئات السنين. نحن وقت كنا بالجامعة كان يجينا مؤهل أو ملازم أول يعطينا بالجمعة ساعة كيف يعني يعلمنا كيف الانضباط ويعلمنا حب الجيش. نعم، بالجمعة ساعة. يا ريت هالشي بيرجع. كان عندنا حب وشغف للجيش وللوطن شيء ما بيصدقه العقل، وهيدي كلها كانت ساعة بالجمعة، لا تجنيد إجباري ولا شيء. يعني هالشي كان يعطينا محبة للوطن ويعطينا اندفاع تنحب وطننا وتحب جيشنا. يعني يا ريت هالشي بيرجع بيصير بالجامعات او بالترمينال، يجي بس يعني استاذ إلي ما بعتقد ويعلمهم الانضباط اللي نحن عم نفتقد له بهالبلد. نعم، ويعلمنا حب الجيش خلي يعلمنا مش حب يعني الجيش. نحن لما منحب الجيش وبنحترمه بنكون نحن حريصين على أمن وطننا من كل النواحي، إرهاب وغيره. بقى أنا رح أتمنى أكيد قيادة الجيش اللبناني والقائد، يعني ما بتصور إذا إجاهم طلب من أي جامعة أو مدرسة، بعتقد بلبوا على الأكيد، لأنه بعرف قديش عم بيصير فيه تعاون، وخصوصا أنه السنة الشعار ليس فقط شرف وتضحية ووفاء، إنما إنماء وإزدهار وأمن. وبعتقد بالإنماء والإزدهار كلنا كمان منكون حاضرين إلى جانب جيشنا وجيشنا إلى جانبنا. أكيد ما بيقولوا لا، وأنا بشرك على هاللفتة استاذ إلي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور، كيفك ست ربيكا؟ الحمد لله. معك مواطن من غزير. إيه أهلين. الله يخليكي. سمعت قبل شوي عم تحكي عن قضية الدواجن. يا محلى الدواجن قدام صرف الصحي كمان 100% قرب السنوية. نعم، عنده عنده جورة صحية كل يوم مينيموم بين 3 و4-5 مرات بفضيها بالوادي. يا ريت الوادي غبي حد منه. صحيدي رابع سنة، كل سنة بنعمل وفد تتشكى عند رئيس البلدية تطلع القصة زيتها، بنعمل له ضبط بضل يفضي الجورة. هالسنة ما طلعنا، هيدي رابع سنة بضل يفضي المجرور حضرته بنية مين استاذ؟ لميلة ورا، وهو بعيد عنا نحن تقريبا بنيته، مش بنيتي أنا. ايه بس بنية لأنه رئيس البلدية صديقي وبحضر عم يعمل شيء. طيب نحن تحت الهواء، إذا ما بدك تقول على الهواء، تحت الهواء اعطينا اسم البناية اللي هي عم بتسبب هالشي، حتى نحن للسنة الخامسة إذا بدك بنكون عم نحكي رئيس البلدية نشوف شو بلكي عطيه إنذار، بلكي لنشوف شو الإجراءات المتخذة. حتى يعني أكيد هيدي شغلة، لو عنا كان شبكة صرف صحي ومحطات تكرير مثل على الأصول ما كنت لا أنت بتشكي ولا حدا بشي. للأسف بعدنا مأخرين كتير على هالموضوع. بكل حالات رح أعطي الاسم البنية لو سمحت لنقدر نساعدك. إلي غيرك. طيب، لأنه 4 سنين ما عمل شيء. طيب لألك شغلة، دوريس رح تاخد منك اسم البنية. أوكي. بس تكون مرجع لألا، ما فيها نجي هيك بالعموميات نحكي يعني. أهلا وسهلا. كمان اتصال.
الو 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 اهلا. طلبت احكي مع مدام ربك كبعض من الخط. ايوه وانا معك صرت، تفضل. بونجور. بونجور. اول شيء يسعد صباحك. وصباحك. ثاني شيء انا مدام اخذ، مدام ربك عم تحكي معي؟ نعم. اول شيء انا اخذ بمنتجع سياحي من الدرجه الاولى. نعم. بتفاجئ من يومين قال في شاب سكران بالمنتجع رابط ثلاث بسكليتات لاولاد ابني انا بجنزير مشان ما حدا يستعملهم بالليل. قال سكران وسوري الاداره بتقول لي بعد ما قدمت شكوى، لقطهم كببهم على لتاني ميل برات المنتجع. هلا انا في اخذ حقي بايدي، بس انا حبيت وصل الصوت وما راح اذكر اسم المنتجع من شان يعني اللياقه، بس انه اذا كل واحد بده يكون يشرب كاس يخرب للعالم ما بعرف هالبلد. هلا هن هلا هن بلغوكم انه هالبيسكليتات تصرف فيها احد الناس السكرانين، بس خبروكم شو عملوا انه ممنوع السكر بمجمع في كثير ناس وفي اطفال؟ هيدا السؤال المطروح. البيسكليت بنرجع بنردها عن الطريق ما لنا مشكله، بس هيدا السكران يلي شربان مسموح؟ مسموح بمجمع في اولاد وفي ناس بدها ترتاح؟ لا يجيبوا لنا بسكليتات، جابوا لنا هن مثل ما هن وطلبوا منا مفتاح الجنزير ليفتحوهم ليقدروا يطلعوهم. لا انا قصدي كانوا برات الشاليه. انا اللي عم بقول لك البسكليت منجيبه ما بيأثر، بس قالوا له شيء للي كان سكران شو عمل من يعني، مش مفروض يكون في حدا سكران بمجمع في اولاد وفي ناس ما انه عايش لحاله يعني، عيب. هذا لازم يحكوا لهم 100%. واحد بالشاليه تبعه ما بيمثل، انا هيدا اللي برات الشاليه يخرب ممتلكات العالم. انا فيي خرب ما راح زفر، بس انا حبيت وصل صوتي قبل ما انا اتصرف. اهلا وسهلا فيك. لا تصرفت بحكمه على اداره المجمع انها هي تحط بعض الاجراءات والملاحظات يلي مفروض كل من لديه شاليه او شيء اكيد هو عنده خصوصيته داخل الشاليه، ولكن خارجها منه عايش لحاله على الاكيد، ما في يتعدى على شيء بيتعلق بالغير، ولا كمان يكون في سكران ويعمل يلي عمله، مش مسموح. هذا اللي عم بحكيه انا. اهلا وسهلا. كمان اتصال مثلا. ايه نعم، بعد في حدا على الخط انا ما اخذته. ايه انا معك. ايه يلا تفضلي مدام ربيكا. نعم. بونجور. بونجور. يعطيك الف عافيه. اهلا فيك وشكرا سابح على البرنامج المش منيح، عظيم عظيم، بتساعدنا وبفشلنا خلقنا. اهلا. عم بحكيكي انا من المونتفيردي. نعم. نحن البلديه السنة وسنة الماضي زادت علينا تقريبا النص. مزبوط. بدنا تبلش حضرتك بتكوني بالجو، بس ليك انا لما زادت حكيت مع رئيس البلديه الاستاذ روي ابو شديد ووضحها، يعني وضحها يمكن شي ثلاث مرات على الام تي في، لانه وضح ليه زاد. عرفتي هلا كاتب ارسي في سوري قطعتك، ارسي في ومجرير. نعم. طيب ما نحن هوديك عم ندفعهم لشو؟ لا الأساس البلدية اللي عم ندفعها، يعني فيك تسمعي أنه بلدية بلبنان زادت وغير البلديات ما زادوا؟ لا لا، في كل البلديات إجمالا زادت خدماتها. منصورية ما زادوا. طيب هيدا بترجع للبلدية، بس في كتير بلديات زادت. هلأ أنت حضرتك إذا بتحبي تعرفي تفاصيل أكتر فيك تزوري البلدية وبيعطوك كل التفاصيل اللي بتريديها. أنا سنة الماضي لما تلقيت اتصالات من المنطقة أنه ولو جاي عم بيزيد وزاد مثل ما قلت النص وأكتر كمان. مزبوط. وكانت شغلة مفاجأة يعني لأهالي مونتي فيردي وبيت مري، فعطى الجواب رئيس البلدية عدة مرات. يعني أنا صراحة ما في قدامي هلأ شو هي الأجوبة كلها، بس كأي مواطن بيقدر يروح على البلدية وفي يستوضح وبيقدر كمان يعترض إذا حب. طلعنا. نعم. وبدنا نعمل بيتنا لازم ندفع بلدية، ونحن مواطنين منحب القانون. قلنا بدنا نسأل ليش، قال بتدفعي، وقال بتدفعي جزاء وما بيعجبكم تشكوا لمجلس شورى الدولة. طيب ما اخذناش جواب يعني ليش وما ليه وكيف وليش بدها تزيد اكثر من النص، ما عرفنا شيء من شيء. يعني بفتكر لازم يكون برر لكم الاسباب يلي انا برجع بقول لك مره ثانيه، هلا امامي ما انا موجوده، بس نحن طرحنا عليه سؤال على العلن وشايف الراي العام كله سمع الاستاذ روي ابو شديد كيف وضح لي زاد الرسوم البلديه. صوره اليوم نشوفها سوا.
هالأرزيت هن أرزيت بيعودوا ل 2050 سنة، هالزيتون عفوا، أنا بعدني مأخوذة بالأرز. بكل الحالات زرعنا أرز ببشعلة وإن شاء الله نضمنا نصقيها. هالزيتونات بيعودوا ل 2050 سنة بحسب دراسة علمية أجروها خبراء في كاليفورنيا، وأخذوا يومتها من راس الزيتون العينات، لو أخذوها من كعبة ما حبوا حتى ما يأذوها. حتى إلكن انه هاللبنان هيدا بكل قرانا في غنى طبيعي وفي غنى ناس كمان عم بتحافظ على كل ما عطانا اياه الطبيعه. انا بدعيكم تزوروا بشعله بالبترون، رح تنبسطوا كثير بهالزيتونات يلي محافظين عليهم برموش العين. عم بتشوفوا صوره ثانيه، هالصوره بتشوفوها من بعيد فكروها شي بحيره زرقاء، لا هي طاقه شمسيه. 2500 عدد سكان بشعله بالبترون، اليوم كل المنطقه عندها كهرباء ومي سخنة وكل شيء على الطاقة الشمسية، وإنارة لكل شوارعها. يعني هذا نموذج يحتذى به بكل ضياعنا، منقدر نوفر ومنكون كمان مع البيئة. بعطيكم أكيد موعد التنين. إلى اللقاء مع نهاية أسبوع مريحة للجميع.